السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا الفيديو حل مشكلة عدم إغلاق الباور في جهاز اللابتوب بتاعك أو الكمبيوتر من خلال ويندوز 10. بعد ما بتعمل شت داون للجهاز بيفصل والويندوز ويطفي والهارد ديسك يخرج، لكن الجهاز مازال ما طفاش. والمشكلة دي كانت مأرقاني بقى لفترة طويلة جدا جدا، وعملت بحث عنها يعني لحد ما وصلت. وطبعا المشكله اساسا كانت مؤذيه، لان كنت بتطفي الجهاز بطفي الجهاز وتفضل اللمبه بتاعه الجهاز ان الجهاز مازال شغال يعني، فما اعرفش ازاي بالرغم ان انا عملت له شت داون وطفى يعني. ففي الجهاز اجي تاني يوم الصبح الاقي الجهاز سخن جدا ومطفي والبطاريه فضيت. كذا مره لاحظت الموضوع ده عرفت بقى، فاضطر عشان ان انا اطفي الجهاز بعد ما اعمل شوت داون افضل دايس على زرار الباور فتره طويله لحد ما يطفي. المهم يعني الحمد لله وصلنا لحل المشكله دي وبنعرضه عليكم دلوقتي. اللي عنده مشكله عدم ان الجهاز بتاعه باور يفضل شغال وعدم اغلاق الجهاز بعد الشوت داون، ان شاء الله دي الطريقه دي هتنفعه وتنجح ان شاء الله. بتروح على علامه الويندوز وتخش على سيتنج اللي هي اعدادات، بتدوس على الاعدادات وتروح للسيستم منها عشان توصل للباور. يعني دخلنا السيتنج الاعدادات، دخلنا على النظام السيستم، من النظام بتخش على الطاقه او الباور، نختار الطاقه او الباور، باور زي اخترناها كده. وبعدين اخش على الاديشنال باور سيتنج، اختار اديشنال باور سيتنج يعني ايه اختيارات اضافيه يعني للطاقه. لما بوصل هو هنا بالانس ريكومندد، دي ريكومندد بتاع مش مشكله. بتخش على تشينج بلان سيتنج، خطه بظبط الخطه بتاعه الايه الجهاز يعني. وبخش هنا على تشينج ادفانسد باور سيتنج، يعني بخش على المميزات اعلى لظبط الطاقه وادوس عليها. بيطلع لي الويندو ده وان الشباك ده، ما تحاولش تغير اي اختيار هنا او معلومه هنا لان ممكن يبرجل لك جهاز وخطر يعني. بتنزل بس معانا كده واحنا نازلين على البي سي اي اكسبريس، تفتح القائمه بتاعتها هيديك لينك ستيت باور مانجمنت، تفتحها هتلاقي مين اون باتري وبلاج ان، حالتين يا اما البطاريه شغاله وانت شايل الباور فيشه او انت حاطط فيشه الكهرباء يعني. بتضغط على دي عندك القائمه دي، انت هتكون فيها هيكون عندك اختيار واحده من دول اصلا يعني، عندك على جهازك واحده من دول زي ما كان انا عندي يعني. فبتختار اوف، برضك تيجي هنا تنزل عندك موجود اي واحده من دول تختار اوف، انهم يبقى الاثنين دول ايه اوف، وتعمل ابلاي وتقول اوكي وخلاص، تخرج كده من الاختيارات دي وتقوم عامل ايه ريستارت للجهاز. وبعد ما تعمل ريستارت حاول بقى تعمل شت داون وتجرب، هتلاقي الجهاز ان شاء الله ظبط معاك، لان انا عملتها والحمد لله نجحت معايا وظبط وكده ارتحت. المشكله دي كانت مضايقاني جدا جدا، كل مره كل يوم لازم افضل دايس على بعد ما اعمل شت داون للويندوز افضل دايس على الباور فتره طويله جدا جدا لحد ما يطفي الجهاز. الحمد لله خلصنا منها، ويا رب ان شاء الله انتم كمان ايه ترتاحوا من المشكله دي. ولو في اي حاجه في التعليقات انا منتظركم، واللي مش هتنفع معانا الطريقه دي قول لي وانا ان شاء الله اقول له على طريقه ثانيه يعني. والسلام عليكم ورحمه الله.